بمناسبة عيد الأم مدرسة سانكور بغشرية عم بتقدم تشاريتي برانش لجمع تمويل لمنح مدرسية لعدد من تلاميذها وكمان بنفس الوقت لتكريم عدد من السيدات المميزات بمجتمعنا. تفاصيل أكثر حول هالحدث مع ضيفتنا. برحب السيدة مي جمي الخوري. أهلا وسهلا فيكي ست مي. حضرتك من رابطة الأمهات بمدرسة سانكور ومن لجنة الأهالي بمدرسة سانكور. معنا السيدة تامينا زيادي. أهلا وسهلا فيكي. والسيده نجيب دويهي. اهلا وسهلا وينعاد عليكم من هلا. هذه اول مره بتقوموا بحدث من هالنوع بمدرسه سانكور البوشريه فند ريزنج برانش، وهون عندنا اكثر من هدف. بدي بلش معك ست مي، ليش قررت تقوموا بهالحدث بهالوقت بالذات؟ نحن اول سنه بنحس حقيقه انه لازم نعمل حدث مميز بعيد الام مع المديره الاخت كارولين راعي اللي حبت انه نكون بهالنشاط السنه، ونحن مستعدين كلنا وناطرين كل الستات يشاركونا بهالايفنت لانه رح يكون شيء كثير حلو برويال، وحيكون نهار الجمعه ب20 الشهر. نعم. وحيكون الايفنت مميز لانه اولادنا هن رح يعملوا الايفنت، يعني الكورال والرقص وال هن كمان عم يشاركوا بالتنظيم، هن عم يتمرنوا معنا. نعم. يعني البرنامج الفني خاص بتلاميذكم. حنكون مبسوطين دوبل بعيد الام وبحضور اولادنا ومشاركتهم معنا. ولكن الهدف الرئيسي لهالبرانش هو المنح الدراسيه. طبعا في ناس بتعرفي هلا بهالوقت الصعب في عندهم شويه نقص صغير، فحابين نحن بكل فرح انه نشارككم، يعني هيك نساهم معهم. جست مبادره ان شاء الله بعد التلاميذ. بعض التلاميذ غير المنح كمان بتقدموا مساعدات للتلاميذ؟ اكيد بنقدم مساعدات، ونحن عندنا كثير لقاءات اجتماعيه، يعني بالمدرسه عندنا دائما بالشهر مره او مرتين لقاءات مع معاقين، مع ختياريه كثير. خصوصي رابطه الامهات نحن كمان بنشارك كلنا سوا بفرد فريق. هذه من النشاطات الاضافيه اللي بتقوموا فيها. ايه طبعا، بس انه نحن مستمرين مش بس هالايفنت يعني اللي بكرس هالشيء، نحن على مدار السنه مستعدين وحاضرين. ولكن لا هالمناسبه حبيتوا تقدموا هالتشاريتي؟ اكيد اكيد، في عندنا ايفنت كثير حيكون حلو. كمان هدف اخر مميز لهالبرانش وهو تكريم لعده سيدات مميزات بمجتمعنا. تامينا خبرينا شوي. صح، هلا مثل ما بتعرفي انه هيدا اللقاء هو لعيد الام، والأم هي عطاء ومحبة لا متناهية، وحبينا نخص ثلاث سيدات بيتمنى وبيكون هادي وكمان بيكفى يلي هي ضد العنف ضد المرأة. لأنه جمعيات أكيد معروفة بلبنان وعم بيقوموا كمان بجهود كبيرة لتحسين المجتمع اللبناني، بما أنه هن كمان حماية الأولاد أولادنا يعني. كأنه إذا أنت ليش هالجمعيات بالذات تامينا وبوجود عدد هائل من الجمعيات اللي كمان عم بتقوم بنشاطات وجهود كبيرة؟ لأنه هن بنفس الوقت حماية الأم وحماية الأولاد، بما أنه أنت عم تعمل شيء. هون عم نحكي عن جمعية كفا. كفا هي ضد العنف ضد المرأة. نعم. هي المرأة بالنهاية هي حنان، بقى أكيد ما لازم تكون معنفة وعنا عنا كون هادي بالنسبه. نعم. للحوادث هي عم تحمي اولادنا بطريقه. صحيح. يعني عم تحمي بطريقه غير مباشره بحملات توعيه كبيره لحمايتهم من حوادث. طبيعي. نعم. طبيعي. نعم. وكمان وتمنى هي يلي بتساهم كرمال حقق احلام الاولاد اولاد اللي عندها امراض مستعصيه، وهذا الشيء اصعب شيء مبدئيا بيكون بمر فيه الولد. نعم. وبدك تكون انت سبورت له يعني. نعم. نجيبي مين هن هالسيدات المكرمات؟ عنا كون هادي هي مسؤولة عن الجمعية، حتكون موجودة معنا، هي مدام لينا جبران. نعم. عنا رئيسة ومؤسسة رئيسة الجمعية. ومؤسسة. نعم. الجمعية هي الجمعية أكيد تأسست من بعد ما توفى ابنها لمدام لينا. صحيح، نعرف قصتها لست لينا. حولت الألم والفاجعة لفرح أمل، كلنا عم نستفيد منها ولطوعية للأولاد. عنا مدام ديالا الفيل هي. نعم. مسؤولة عن مؤسسة تمنى، هي المؤسسة كلنا بنعرف انه هي بتحقق احلام لاولاد هن مرضى بمرض السرطان. نعم. وعندنا جمعية كفا مدام زويا روحانا
كمان كلنا بنعرف الجمعيه شو بتعمل وقد عم تقدر تاثر بمجلس النواب حتى تاخذ قوانين كثير مهمه ل تساعد النساء المعنفات بقلب بيوتهم وبيعيالهم. وعم بيشتغلوا كثير من الناحيه القانونيه مثل ما قلتوا، خاصه بالسنوات الاخيره. مظبوط. قد ايه برايكم هو الدافع لهم هالتكريم اللي عم تقدموه للسيدات حتى ولو هي مبادره؟ هلا هي جست صغير، ان بوتي ميرسي، يعني شكر كثير صغير لهم، بس نحن حابين كثير نقدر هالاشخاص. هو هيدا بيمثل تحدي تبعهم، بيمثل لكل ست موجوعه قبالهم، يعني هن حولوا وجعهم لتحدي وانتصروا عليه وصاروا فرح للناس. يعني 1200 ولد بجمعيه تمنى صارت محققه احلامهم. صحيح. منا هينه، بس هيدي مساج لكل الستات اللي ما حيكونوا موجودين بالصبحيه انه وجعنا ما رح نخليه يسيطر علينا. ورساله كمان للتلاميذ اللي رح يكونوا موجودين. انا كنت بدي احكي عن التلاميذ بهالسيدات، أكيد. يعرفوا يمكن مسؤوليتهم اتجاه مجتمع. بتعرفي نحن اخترنا البورس سكولير لانه حقيقه العلم هو رصيدنا. نعم. ونحن اولادنا خصوصي بالمدرسه بستانكور بالبوشريه وين ما راحوا على الجامعات وين بيبيضوا الوجه وبيكونوا مثال للفورماسيون، اول شيء تهذيبهم واخلاقهم وعلمهم وشاطرين الحمد لله. بقى هيدي رسالتنا انه نكفي معهم، يعني ما نخلي العائق المصاري يوقف بوجهن لحتى يقدروا يكفوا بهالفورماسيون المعينه اللي ستانكور بتتميز فيها، مع احترامنا للكل. نعم نعم. تامينا بدي ارجع لك، قلتوا لي التلاميذ هن مسؤولين عن البرنامج الفني، اعطينا فكره شو ممكن يكون ناطرنا. هلا هو من بعد ما افتتاح البوفيه والجاتو بدنا نبلش. نحن عندنا اكتيفيتي بالمدرسه على اكثر من صعيد. نعم. في بالي، في دانس مودرن، في بيانو، في جيتار، في كورال. هذا كله رح يقدم، كل حدا حيقدم شيء بخص له، يا بار بيرسون يا ان جروب، حيكونوا هن مشاركين بالاحتفال. يعني كل المواهب الموجوده عندنا. اكيد كل المواهب رح يستعرضوها بهالمناسبه، وخاص كمان لامهاتهم اللي عم تكون رح تكون موجوده. اكيد اكيد هذا بيكون فرحه لهم. كمان اسعار البطاقات كمان مدروسه جدا. طبعا. يعني بالرويال 35 دولار. كيف قدرتوا تحصلوا على السعر؟ وهل بتوفي معهم؟ نحن معودين خاصه برابطه الامهات. سبا نحن هلا كبدايه ما بدنا نحن كربح مالي، نحن هدفنا شيء معنوي وتربوي. نعم. اكثر. ولكن هالاموال اكيد انتم بحاجه لها مثل ما قلتي. لكن بدي اشكر هالتلاميذ. اكيد رولا، بس في شغله بدي الفت النظر لها. نحن خلال خبرتنا، يعني قلنا فتره 7 سنين على الارض، خلال خبرتنا اكتشفنا انه حقيقه المجتمع المدني والجمعيات الاهليه والمبادره الفرديه هي اساس بمجتمعنا اللبناني حقيقه. يعني مرات كثير عم ياخذوا مطرح الدوله على اجريه. يعني فيكم تتصوروا هالبلد بدون هالجمعيات الخيريه اللي هي اللي عم بتقوم بالعمل. وهيدا لمسناه كثير، ولما كنا عم نجيب كادويات للتومبولا حقيقة بتحسي الناس. وبدي يعني استغل الظرف واشكرهم كثير، كل اللي ساهموا معنا. كيف وقدموا ردة الفعل؟ الحمد لله الحمد لله، نشكر الله كثير. يعني تشجعوا اكثر لانه هي منح مدرسيه؟ اكيد اكيد، لانه مناسبه عيد الام. اكيد لا، دائما الاعمال الخيريه بتجذب الناس. يعني في كثير ناس بتحب تعمل اعمال خير بس ما بتعرف وين. لما بتقولي لها انت الطريق وبتدليها، بتقولي لها بليز انه هيك، يعني ما بتتاخر، بتحسيها مستعده بتقول اوكي خلص. انا كنت عم فتش انه يكون في يعني شيء مثل هيك لحتى اقدم. وبتعرفي الشركات الكبيره او حتى في ناس بتقول لنفسها يمكن عندها النيه، ولكن بتقول انا بهالمبادره الصغيره شو ممكن اعمل فرق، ولكن لا بيقدروا. تفرق كثير. بيقدروا يعملوا. يعني عندنا من كادو صغير لكادويات تيكت سفر جوالوري. عن الجواز شو ممكن؟ في عنا دو تيكت سفر، في عنا جوالوري عقودة، في رود بيروت في رود بيروت، والثانية كمان مش متذكرة. في انشورنس، في عنا سجاد، في عنا ديكوليه لولو كمان. نعم. يعني للكبار والصغار حينبسطوا كثير الستات اذا كانوا موجودين. نحن بندعيهم من كل قلبنا. نعم. يشاركوا. الدعوه لمين عم بتوجهوها للمشاركه بهالتشارتي؟ اكيد لاهالي التلاميذ بالمدرسه، ولاصحابنا ورفقاتنا وجيراننا، ولكل هلا مشاهدين الام تي في اللي نحن كثير بنحبهم وبنحترمهم. بعد في مجال حتى يحصلوا؟ أكيد على اكيد اكيد. رح نعطي رقم المدرسه اذا بتحبوا. نعم. 01 884 346 او 347
بيتصلوا على المدرسة مع مدام ليلى، هي بتحجز. نعم. وإن شاء الله عن قريب يعني قبل ما نسكر الحجز قبل ما يخلصوا. نعم. فإذا نهار الجمعة 20 بأوتيل رويال بدبي، يعني بين صبحيه و اكيد برانش يعني وقت كثير مرتب، شيء كثير مرتب. التلاميذ شو رح تعملوا فيهم؟ رح تطلعوهم من المدرسه؟ ايه اخذوا اذن وبعثوا لنا انا بنتي بالكورال مثلا بعثوا لنا ورقه انه نمضي بيرميسيون لحتى نسمح لهم يظهروا من المدرسه على مسؤوليتنا، بس اكيد نحن كثير مبسوطين فيهم. نعم. بتامل اكبر عدد من المشاهدين والمشاهدات يلبوا هالدعوه، لانه ميرسي كثير. ولو انت كمان معزومه شرفتينا ست ماي، ثانك يو. تامينا بدي استفيد من بقيه وقتنا حتى تعرف على بقية النشاطات اللي بتقوموا فيها بمدرسة سان كور البوشري. مدرسة سان كور البوشري عندها أكثر من نشاط. عندنا نحن جيد، في كولوني كمان يلي هي بالصيف اللي عندنا الماج، والأكتيفيتي اللي أكثر. كولوني للتلاميذ المدرسة؟ أكيد لكل الأعمار، عندنا من أعمار صغيرة للكبيرة. عندنا نشاطات روحية. شو بتحب الكافيه؟ نحن كلنا سوا جروب بهالمدرسه. نعم. يعني من الصغير يعني معروف يعني بمدارس سان كور انه بتشتغلوا كعائله. طبعا طبعا يعني بين لجنه الاهالي او الاساتذه نحن كوميتي دي ماما حتى اهالي التلاميذ والتلاميذ كمان كلنا سوا بفرد ايد وبفرد جروب وبفرد روحانيه. اكيد بتقود السفينه الاخت كارولين راعي مديره. نعم. المدرسه. نعم. اللي بنشكرها وكلها نشاط، هي القدوه كلها حيويه بصراحه. اكيد نحن تحت جناحة. منوجه لها تحية كتير كبيرة، وإن شاء الله كل عيد أمه وأنتم بألف خير. منجدد دعوتنا حتى يشاركوا بهالتشاريتي برانش نهار الجمعة 20 الشهر الساعة 10:30. كيف بيحصلوا على البطاقات؟ عبر الاتصال بالمدرسة بسان كور البوشرية مثل ما قلت، رقم التليفون 01-884-346 أو 347. على الإدارة في ناس بتقدر. السيدات المكرمات مكرمات أكيد عارفين أنه أكيد 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 وصلت لهم الدعوة وحيكونوا مبسوطين معنا إن الله راد. منوجه لهم تحية، أتمنى أنك تكوني كمان. شكرا برضو. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكم وينعاد عليكم. مرسي لكم. وقفة قصيرة مشاهدينا ومنتابع حلقتنا لليوم من ألايف.